ساشين وفاندو؟ انتو الاثنين؟ كيفك فاندو؟ منيحة مرت أخي. أنا مرت أخي، بدي أحكي معك بشي مهم. أكيد، بس بالأول تفضلوا جيبي مي، تعوا عدوا. رح أجيب شوية حلو. مرت أخي، ساشين رح يخطب ونحن حابين إنه أنت وعيلتك تجوا تحضروا. بترجاكي احضري. كيف بدك اياها تحضر؟ ليك ساشين، انت وفانديتا صغار، ما بتعرفوا انه تصرفكم رح يعمل مشاكل كبيرة للكل. ليك، بين العيلتين ما في علاقة، لهيك ما بدي تصير مشاكل تانية بيناتنا قدام الناس. أنا بدي أشكركم لأنكم إجيتوا لتعزمونا. عمي إيه، بس ما فينا نقبل هالدعوة أبداً، لأنه لا نحن ولا جانا رح نحضر هالمناسبة. ليكو، نحن منحترم مشاعركم كتير ومبسوطين مشان خطبتك كلنا منبارك لك بالتوفيق، بس ما تطلب منا ان نحضر بنوب، نحن ما فينا نعمل هالشي. مو مشكلة اذا انتو ما بتروحوا، نحن منروح، ما هيك اختي؟ لا، جانا ما رح تروح. طيب منستأذن فاندو، يلا. لحظة، رح اجي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.